بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل، سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المشاركة التي سأشرف بتقديمها في هذا اللقاء العلمي المبارك الذي ينظمه المركز الإسلامي العامر بإيفري كوركورون يتمحور حول الإيمان وحول قيمة الإيمان في القرآن الكريم. فأقول وبالله التوفيق، الإيمان هو لب الدين وأساس الحياة وجوهر الحضارة وقيمة القيم، فحيثما وجد الإيمان وجدت السعادة الحقيقية، سعادة الدنيا والآخرة، وحيثما فقد الإيمان حل محله الضنك والشقاء. الإيمان في المنظور الإسلامي لا ينفك عن اليقين المؤسس على قواعد علمية عملية، كما أن الإيمان باعتباره مصدر الخير والحق والجمال والقيم السامية يجعل المسلم صالحا لأمته ووطنه وللبشرية جمعا، ولا يكون منه شر تجاه أحد من الناس. من أسماء الله الحسنى المؤمن، قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، سبحان الله عما يشركون، سورة الحشر الآية 23. والإيمان في اللغة يطلق على التصديق، قال تعالى: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، سورة يوسف الآية 17، أي مصدق لنا. كما يدل مصطلح الإيمان على الأمان ضد الخوف، قال تعالى: وآمنهم من خوف، سورة قريش الآية 4. وقد وصف الله تعالى نفسه الكريمة بأنه مؤمن كما في الآية السابقة، وهذا اللفظ ينصرف إلى خمسة معان ترجع إلى المعنى اللغوي الذي هو التصديق أو الأمان ضد الخوف. المعنى الأول أنه سبحانه وتعالى مصدق لنفسه، حيث قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، سورة آل عمران الآية 18. المعنى الثاني أنه سبحانه وتعالى مصدق لرسله عليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وذلك بإظهار المعجزات الدالة على صدقهم. المعنى الثالث أنه سبحانه وتعالى مصدق لأوليائه، وذلك بإظهار الكرامات على أيديهم الدالة على كرامتهم وصدق اتباعهم. المعنى الرابع أنه سبحانه وتعالى مصدق لفعله بوعيده، مصدق لفعله بوعده، كما قال سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي صدقنا وعده. المعنى الخامس تصديقه سبحانه وتعالى لعباده فيما يخبرون به من حق وصدق، وقد ورد في الأثر أن الله تعالى يقول: صدق عبدي. وفي الحديث أيضا: إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر، يقول الله عز وجل: صدق عبدي. والمعنى الثاني الذي يرجع إليه اسم المؤمن هو الأمان ضد الخوف، والله سبحانه وتعالى هو واهب الأمان، قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، سورة الأنعام الآية 82. وقوله عز وجل:
لا يحزنهم الفزع الكبار. سورة الأنبياء الآية 103. وقوله عز وجل: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. سورة الزخرف الآية 68. وأما أمنه تعالى بالفعل أو الأمن الحسي فبما وهب سبحانه وتعالى من النعم والعافية. والله سبحانه وتعالى هو مصدر الأمن والأمان، ولا أمن في العالم إلا بالأخذ بالأسباب التي تفرض الحق سبحانه وتعالى بخلقها والهداية إلى استعمالها. فهو سبحانه وتعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا، فهو المؤمن المطلق حقا. وأعظم ما يستفيده المسلم من هذا الاسم الشريف المؤمن هو أن يأمن الخلق كلهم جانبه، بل يرجو كل خائف أن يتقوى به في دفع الهلاك عنه في دينه ودنياه. كما قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. مفهوم الإيمان في الشرع الحكيم: الإيمان في المنظور الشرعي هو تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به وعلم من الدين بالضرورة، والإذعان له وقبوله وعدم إنكار شيء منه. والإيمان كما يذكر الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في مطلع رسالته: قول، قال: الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، فيكون فيها النقص وبها الزيادة. ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. إذن الإيمان هو التصديق بالجنان، وأما القول باللسان والعمل بالأركان ففروعه. فمن صدق بالقلب أي أقر بوحدانية الله تعالى واعترف بالرسل تصديقا لهم فيما جاءوا به من عند الله تعالى بالقلب، صح إيمانه حتى لو مات عليه في الحال، كان مؤمنا ناجيا، ولا يخرج من الإيمان إلا بإنكار شيء من ذلك. اقتران الإيمان بالعمل: بالنظر إلى أهمية الإيمان ومكانته في الدين الإسلامي الحنيف، فقد ورد في الشرع اسما لجميع فروع الدين، كما في الحديث الصحيح الذي رويه الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. كما أن الإيمان في المنظور القرآني يتسع ليشمل جميع العقائد والعبادات والأخلاق والآداب وسائر المعاملات. ومما هو جدير بالملاحظة هنا أن الإيمان يرد مقرونا بالعمل الصالح في كتاب الله العزيز في أكثر من موضع، من ذلكم قوله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها النار، سورة البقرة الآية 25. وقوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها أبدا، سورة النساء الآية 57. وقوله تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا، سورة النساء الآية 124. وقوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم، المائدة الآية 9. وقوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، سورة المائدة الآية 93. وقوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها، سورة الأعراف الآية 42. انطلاق من هذه الآيات البينات نستنتج أن العمل الصالح عنصر مهم في الإيمان،
ولكن ما هي منزلة العمل بالنسبة إلى الإيمان؟ مذهب أهل الحق أنه شرط في كمال الإيمان وليس شطرا منه، بمعنى أنه ليس من مكونات الإيمان الماهوية، لأنه خارج ماهية الإيمان. وهذا الاعتقاد هو الذي استقرت عليه العقيدة الأشعرية السنية في صيغتها النهائية. إن الإيمان في المعتقد الأشعري السني لا يخرج عن التصديق، كما تشهد بذلك النصوص الدينية اللغوية، وكما يجيب الإمام أبو الحسن الأشعري نفسه عن سؤال يصوغه بهذه الصيغة. إن قال قائل: ما الإيمان عندكم بالله تعالى؟ قيل له: الإيمان هو التصديق بالله، وعلى ذلك إجماع أهل اللغة التي نزل بها القرآن الكريم. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، سورة إبراهيم الآية 4. وقال تعالى: بلسان عربي مبين، سورة الشعراء الآية 195. فلما كان الإيمان في اللغة التي أنزل الله تعالى بها القرآن هو التصديق، وقد قال تعالى: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، سورة يوسف الآية 17، أي بمصدق لنا. وقالوا جميعا: فلان يؤمن بعذاب القبر والشفاعة، يريدون أنه يصدق بذلك. فوجب أن يكون الإيمان هو ما كان عند أهل اللغة إيمانا، وهو التصديق، غير أن للإيمان كما يذكر ابن فورك وهو يقرر مذهب الإمام أبي الحسن الأشعري شرائع وأمارات وعلامات له تتمثل في الأعمال عموما. واعتبار العمل خارج ماهية الإيمان هو الذي جنب أهل السنة الأشاعرة عقيدة التكفير، هذه الظاهرة الخطيرة التي ما زالت الأمة تعاني من آثارها السلبية إلى اليوم. فقد بحث علماء العقيدة هذه الظاهرة الخطيرة في مبحث الأسماء والأحكام، وهذا المصطلح، مصطلح الأسماء والأحكام، يرتبط بالنظام العقدي الإسلامي بصاحب الكبيرة. ما حكمه وكيف نسميه؟ ولذلك لقبت هذه المسألة في كتب العقيدة بمسألة الأسماء والأحكام، وهي التي تتناول على وجه التحديد مصطلح الإيمان والكفر. فقد ذهب الخوارج إلى أن صاحب الكبيرة كافر، بناء على أصلهم أن كل طاعة إيمان وكل معصية كفر، وكل معصية كفر. وذهب أهل السنة إلى أنه مؤمن عاص، في حين قرر المعتزلة أنه في منزلة بين المنزلتين، أو أن له أو له اسم بين الاسمين وحكم بين الحكمين، لا يكون اسمه اسم الكافر ولا اسمه اسم المؤمن، وإنما يسمى فاسقا. وكذلك فلا يكون حكمه حكم الكافر ولا حكم المؤمن، بل يفرض له حكم ثالث. وهذا الاختلاف في مصير مرتكب الكبائر من المسلمين ممن ماتوا وهم على هذه الحال فرع عن تصور أصحاب المذاهب العقدية لحقيقة الإيمان وارتباطه بالعمل، كما أشرنا إلى ذلك قبل. هل مجرد الإقرار باللسان كاف للحكم على الشخص بأنه مؤمن وإن أبطن الكفر كما تقول فرقة الكرامية، أو لا بد من التصديق بالقلب كما يقول أهل السنة الأشاعرة؟ وهل الأعمال من مكونات الإيمان كما يقول أهل الظاهر، أو هي شرط في كمال الإيمان لا في صحته كما يقول أهل السنة الأشاعرة؟ على أن القدر الذي يصير به المؤمن مؤمنا في المذهب الأشعري السني، وهو التكليف العام على عوام الخلق وخواصهم، هو أن يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه، ولا نظير له في جميع صفاته، ولا قسيم له في أفعاله، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسوله أرسله بالهدى ودين الحق، وأن كل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم صدق. إذن ظاهرة التكفير تتأسس على اختلال في فهم حقيقة الإيمان في علاقته بالعمل، وهذا الفهم السقيم لحقيقة الإيمان يتعارض مع قيم الإسلام السمحة
كما يتناقض مع مبادئ منطق الاعتقاد الإسلامي الذي يستهدف العناية بالإنسان المؤمن باعتباره كائنا مكرما على الدوام. ولأنه ما زال في هذه الأمة من يتصدى لتلك الأفكار الهدامة من العلماء المخلصين المتبصرين الأوفياء لنصوص الشرع الحكيم الذي يجعل من بين أهدافه الأساسية الحفاظ على مقاصده في الخلق التي هي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ العرض، وهذا كله يسهم في حماية القيم الإسلامية والإنسانية معا وينفع بها الأمة أجل النفع. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وسلم سليما كثيرا إلى يوم الدين. شكرا. أشكر شكر الله لك أستاذنا الفاضل أستاذ عبد القادر غطار هذه الإحاطة القيمة بالإيمان. ونذكر الإخوة المحاضرين أن مدة المداخلة نحصرها في 10 دقائق لنتمكن ولتسنى لنا احترام فقرات البرنامج المسطر. الأخ مورغان تفضل. مشكورا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. Donc le docteur Abdel Kader Bétard nous a fait une présentation sur la conception coranique de la foi, l'iman. Donc tout d'abord, le professeur nous a rappelé la valeur de la foi, l'importance de la foi, l'iman, car la foi, il nous dit, c'est un joyau, c'est le joyau de la religion, et c'est grâce à elle que l'homme peut atteindre le bonheur. Et tout comme la foi est la source de tout bien, et l'homme qui a la foi, le croyant, il devient une cause de bien. Une cause de bien pour sa communauté, pour son pays, mais également pour l'humanité. Alors, en arabe, hein, l'homme qui est croyant, celui qui a la foi, il s'appelle mu'min. Et également, dans le Coran, dans la sourate l'Exode, Allah tabaraka wa ta'ala se fait appeler al-mu'minu. Alors, dans ce verset, on traduit al-mu'minu par le sécurisant ou le rassurant. Car dans la langue arabe, al-iman va renvoyer à deux choses. Tout d'abord, at-tasdiq, que l'on peut traduire par l'affirmation. Mais également, l'iman va renvoyer à la notion de l'aman, qui est la sécurité, qui va s'opposer à la peur. Donc, Allah, tabaraka ta'ala, il est à la fois celui qui atteste, celui qui affirme. Il va affirmer notamment sa propre divinité. Il dit, Allah atteste ainsi que ses anges qu'il n'y a pas de divinité en dehors de lui. Mais également, il va attester de la prophétie des prophètes en leur octroyant des miracles. Donc voilà, le docteur nous a donné plusieurs exemples. Et puis également, il nous dit que Allah tabaraka wa ta'ala, il est celui qui met en sécurité. Dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala rassure ses serviteurs à plusieurs reprises. Et également, Allah tabaraka wa ta'ala nous met en sécurité en nous protégeant, en nous octroyant de ses bienfaits. Et donc l'homme qui a la foi, qui est moumine, il se doit d'être à l'image de son Seigneur et de rassurer, d'apporter la sécurité à ses semblables. D'où le propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Par Allah, il n'est pas croyant, il n'est pas moumine, celui dont le voisin n'est pas en sécurité contre son mal. » Donc ensuite, le professeur nous a expliqué le concept de la foi dans la tradition islamique en nous expliquant que la foi, c'est une affirmation du cœur. C'est-à-dire qu'effectivement, le Coran va lier à chaque fois la foi avec les bonnes actions, mais les actions ne sont pas une condition de la foi. Elles viennent compléter la foi. Et donc, en islam, la foi, c'est un concept qui englobe chaque bonne action, c'est vrai. Donc, les actions sont un élément important de la foi, mais elles n'en sont pas une condition. C'est pourquoi l'imam Abu Hassan al-Ash'ari disait, il a défini la foi comme étant l'affirmation du cœur de la divinité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Alors, c'est vrai que dans l'histoire, il y a eu des désaccords théologiques entre Khawarij, Mu'tazila et Sha'ira, notamment au sujet de celui qui commettait les grands péchés, d'où le lien entre action, foi et action. Et donc, la position qui est conforme à la Sunna, c'est la position de l'Asha'ira, qui n'excommunie pas une personne pour la seule raison qu'elle commet les grands péchés. Ils disent, c'est un musulman qui est pécheur, qui est désobéissant, mais il reste musulman, il reste dans le cadre de la foi.
Et donc, le professeur nous met en garde contre eh bien, c'est l'idéologie du takfirisme, le takfirisme qui fait sortir, qui vise à faire sortir de l'islam un musulman simplement se basant sur les péchés qu'il va commettre. Hein. C'est une idéologie qui est à l'encontre des principes de notre religion, des principes qui défendent la dignité humaine, la tolérance. Et eh bien, alhamdoulilah, que nous avons aujourd'hui des savants qui défendent l'esprit, les fondements de notre religion, hein, qui visent à protéger la vie, protéger la raison, protéger les biens, protéger la dignité humaine.